ومع موسم المخيمات الربيعية تتزايد قيادة الدراجات الآلية، ولكن انتشارها بين صغار السن بات يشكل خطرا عليهم وسط إقبال غير مسبوق من قبل الشباب. نعم، أكثر البلاغات التي تستقبلها إدارة الطوارئ الطبية خلال موسم التخييم هي حوادث الطرق المتعلقة بحوادث السيارات والدراجات الآلية لعدم اتباع مستخدميها إرشادات الأمن والسلامة. سيناريو حوادث البقيات خلال موسم التخييم يتكرر كل عام. كثيرا ما نسمع قصص مأساوية في نهاية الفصل، حدوث إعاقة أو الوفاة نتيجة الاستهتار والسرعة وعدم اتباع إجراءات الأمن والسلامة. مع بداية موسم التخييم لغاية الآن، أكثر البلاغات التي تصل إلى إدارة الطوارئ الطبية هي حوادث الطرق والتي تتصدرها حوادث السيارات والبقيات. الإصابات واردة، ولما تصير الإصابات لازم نعرف شلون نتعامل معها. طبعا أول شيء بالمرتبة الأولى لازم نتصل على 112 طلب مساعدة، لا نتأخر بالاتصال، كل ما اتصلنا أبشر، كل ما وصلت الإسعاف أبشر. الشغلة الثانية، المفروض ان احنا ما نحرك المصاب نهائيا، ونحاول ان احنا يعني نحرق نشيله بطريقة خاطئة ممكن تسبب له إصابة أكثر أو تؤدي إلى وفاته. في عندنا أدوات ومعدات خاصة في هذه الحوادث، في جفاير معينة نحطها حق المريض بحيث ان لما ننقله ينتقل قطعة واحدة. بينما كشف أطباء العظام أن الإصابات البليغة جراء حوادث البقيات تصل إلى تدخل جراحي أو شلل أو قد تؤدي إلى الموت. أغلب الإصابات طبعا نخاف منها اللي هي إصابات الرأس. الإصابات الرأس قد تؤدي إلى نزيف، قد تؤدي إلى وفاة. بنشوف حالات كثيرة اللي هي كسور العمود الفقري أو كسور في الأطراف، بعض الحالات تستدعي إلى تدخل جراحي. للأسف نشوف فئة عمرية اللي هم فئة الشباب سن المراهقة أو فئة سن الشباب، نلاقي فيهم إصابات قد تصل إلى شلل، إلى فقد أحد الأطراف، أو إصابات تتطلب علاج أو عمليات متكررة بحيث أنه تضيع على الطفل أو الأهل سنة كاملة. المعضلة هنا تكمن في عدم التزام مستخدمي البقي بإرشادات الأمن والسلامة. في بعض الشغلات اللي تساعد مثل استخدام الخوذة، عدم الإسراع بسرعة كبيرة، الابتعاد عن الطرق الرئيسية. في حركات الشباب يسوونها يمكن ما هي صحيحة، فيها نوع من المخاطرة. هم يتأكدون من البقي اللي قاعد يأخذونه هذا هل مناسب حق عمرهم ولا لا. هذه أمور لازم ضروري يكون يعني يعرفونها ويكونوا متواجدين، ما يعتمدون على أي أحد ثاني مع أطفالهم الصغار. الله يحفظ الجميع. لا تحول الفرحة إلى دمعة، فعليك اتباع إجراءات الأمن والسلامة ومتابعة أبنائك. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.